Bonjour, c'est le docteur Tadlaoui Farid, اختصاصي في التغذية والسمنة والحمية, خريج كلية باريستا بيير اي ماري كوري. نتكلم بكم اليوم شوية على هذا المشكل اللي مطروح عندنا, هو ديال التغذية والأكل, وهادشي اللي تناكلو حنا بلا قاعدة بلا قياس. الذات كتستهلك السكريات والدهنيات والبروتينات. المشكل اللي كيتطرح هو انه ولينا كناخذوا السكريات اكثر من القانون, والسكريات الا كيناهم اكثر من القانون ماشي كيضيعوا تيمشيو كيتخزنوا في الذات كدهنيات. سي سكو نابيل لا ترانسفورماسيون دي غلوسيد ان ليبيد, ومن تما كتجي السمنه. اللي مريض بالسكر اما يكون السكر ديال الانسولين ولا السكر ديال الريجيم والفانيد يحتاج للسكريات. هذاك اللي كيدير الشوكه ديالو ديال الانسولين خصو يتبعها من بعد الشوكه بالفطور, لانه اذا دار الانسولين وما كلاش غيطيح ليه السكر. لانه شنو الدور ديال هذا الهرمون ديال الانسولين اللي تينتجها البنكرياس؟ كيحل الخلايا باش يدخل السكر في الخلايا ديال الدات كلها, باش ديك الخلايا يستجلبوا داك السكر ويحرقوه ويعطيونا ديك الطاقه اللي كنتحركوا بها وكتمشيو بها وكتنفسوا بها وكيتنفس بها القلب وكيتحرك. سي سكو نابيل الانيرجي دو كاربوراسيون. الا كثرنا من داك السكريات, ومع الاسف ولينا تناكلوا اكثر من القانون, تيولي عندنا مشكل, لانه داك السكريات ما تيمكنلاش نديروها من ستوك, كتحول للدهنيات وتولي الوزن ديالنا كيتزاد. وباش كيتزاد بالفئه ديال الدهنيات والمشكل ديال لوبيزيتي كثرة الوزن, ماشي الواحد ياخذ كيلو ولا جوج ولا ثلاثة, يمكن ياخذهم لحم. إلا خداهم دهنيات هذيك اللي كتسمى لوبيزيتي وهي اللي خطيرة على الذات. حنا دابا إطار هذا المشكل ديال الحجر اش كنديروا؟ تناكلوا من الصباح حتى الليل وما كنتحركوش, ما منوع علينا نخرجوا, منوع علينا نتحركوا, منوع علينا نتمشاو, تولينا داك الشيء القليل واخا غير قليل كليناه كيتحول إلى دهنيات, وتنخرجوا من هذا الحجر بحال من رمضان تنخرجوا بواحد الوزن شويه زايد, كاين اللي تيزيد كثر كاين اللي تيزيد قليل, ولكن الاغلبيه الساحقه كتزيد في الوزن ديالها. هذاك اللي مريض بالسكر اللي خاصو الريجيم, خاصنا نعرفوا بانه كاين جوج ديال الانواع ديال المرض تنسميو حنا المرض السكري. كاين المرض السكري ديال الانسولين, وكاين المرض السكري ديال الريجيم والفانيد ديال الفارماسي. المرض ديال الانسولين ما عنده مشكل, الواحد يدير الانسولين ديالو مره ولا جوج ولا ثلاثه المرات في النهار, ويتبعو بالاكل ديال السكر زياده على البروتينات وقليل من الدهنيات. هذاك الاخر اللي عنده المشكل ديال الداء السكري ديال الريجيم, اغلبيه الاوقات تيكون فيت 40 سنه وعنده من الاول عنده مشكل, عنده بعدا واحد الزياده في الوزن. هذيك الزياده في الوزن هي اللي كتجعل بانه هذاك السكر تيتجهد وتاثر عليه, تاثر عليه في العينين, في القلب, في الدماغ, وفي الكلاوي. الدواء الاول ديال اللي ما عندوش الانسولين تكون الشوكه ديال الانسولين. الدواء الاخر ديال ذاك الريجيم خصو ينقص من الوزن ديالو وينقص من الاكل ديال السكريات. هذا هو المشكل اللي مطروح. وثانيا باش ينقص السكريات خصو ينقصو من ناحيه الماكله, وداك الشيء اللي تياكل خصو بحال تنقولوا حنا بالعربيه انه يحرقوا. باش يحرقوا؟ باش يتحرك. المشكل ديالنا انه حنا دابا ولينا اقل حاجه تناخذوا السياره ولا الطاكسي ولا اي دراجه ولا موتور ولا دراجه ناريه, ما بقيناش كنتحركوا. قبل كنا نخرجوا نلعبوا كره في الدرب, ولا نخرجوا الدراري كنا تنشوفوا الناس تمشي. دابا الاكثريه ديال الناس ولات الخدمه الدار الخدمه, المصعد, ليسكالاتور, لاسانسور, ما بقيناش كنتحركوا. دابا تنطلبوا الناس ينقصوا من الماكله ديال السكريات والدهنيات ويتحركوا, بحال تيقولوا بالعربيه تحركوا ترزقوا.